السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم جبت لكم وصفة تاع بيتزا، وصفة جديدة. ماشي الوصفة، العجينة. عجينة هذه البيتزا عجينة جديدة، عمري ولا عملتها في القناة. هذه العجينة يستعملوها في المحلات، البيتزا تاع المحلات تجي هي انا اللي خاصة اللي يحبوا البيتزا شوية خشينة شوية غليظة. هذه البيتزا تجي شوية غليظة بصح تجي كيما تاع المحلات. هنا الصلصة اللي استعملتها صلصة منزلية، نوضع لكم الرابط اسفل في صندوق الوصف. وهنا الجبن المبشور والزيتون غير مكلفه. هنا الجبن المبشور تنجموا تستغناو عليه، ما كانش عندكم في البيت وحبيتوا تجربوها تنجموا تذوقوها غير بشويه تاع الزيتون الاسود. نمشيو نشوفوا مع بعض مقادير وطريقه تحضير هذه البيتزا. نحتاجوا في هذه العجينه نحتاجوا حبه بيض، زوج معالق كبار تاع الزبده، ملعقه صغيره تاع الملح، ملعقه صغيره تاع السكر، ملعقه صغيره تاع الخماره الفوريه، ملعقه كبيره تاع النشا. هنا الدقيق حسب الحاجه ماشي محدده الكميه، وكوب تاع الحليب، الكوب يرفد 250 مليلتر. نبداو الحليب، هنا راه عندنا دافي، نضيفوا عليه الخماره الفوريه ونضيفوا ديك الملعقه تاع السكر، نخلطوهم ونخليهم يتفاعلوا. اخر نرفدو نعملوا حبه تاع البيض، طبعا نضيفوا عليها هنا زوج معالق تاع الزبده ونخدموها جيدا. الزبده هنا بحراره الغرفه نخدمهم هكذا غير باليد، تنجمو تخدمو بالفوي. نضيفوا الان الحليب اللي كان تفاعل هو والخماره والسكر، نضيفوه على الزبده والبيض، خلطوا جيدا. نضيفوا الملعقه كبيره تاع المايزينا، انا راني مغربلتهم طبعا. نضيفوا الدقيق، نبداو نضيفوا في الدقيق تدريجيا، كميه هنا غير محدده كل دقيق وكيفاش. نضيفوا الملعقه صغيره تاع الملح ونحجنوا، نلموا العجينه، نحاول نجمعوها طبعا، نجمعوا ونضيفوا الدقيق حتى تولي لنا عجينه متماسكه. مازال تخص كمية الدقيق، هكذا نجمعو، مازال يخصها الدقيق. نزيدو نضيفو الدقيق دائما ونجمعو. نحصلوا على هذه العجينه، كيما راكم تشوفوا عجينه طريه، ما تقصحوهاش بزاف، شوفوا كيفاش تجي طريه. نخليوها جانبا تختمر ونعاود نوليو لها. هذه هي العجينه بعد ما اختمرت، شوفوا الحجم تاعها ضاعف. الان نحتاجوا للصلصه، انا اللي كنت نحضرها في البيت، نوضع لكم الرابط اسفل في صندوق الوصف. نحتاجوا الجبن المبشور ونحتاجوا للزيتون وزيت الزيتون طبعا، وهكذا صينيه كبيره فرشتها بورق الزبده أو ورق الطبخ. نعملوها في صينية كبيرة ونقعدو نبسطو فيها غير باليد، باليد حتى بهاد السمك نعملوها رقيقة باسكو فيها الخمارة تعاود تطلع. هنا القياس بالك 30 على 40 سنتيمتر المول يكون فيه، ويمكن أكبر. ندهنو الوجه تاع لاباط بزيت الزيتون، هكذا ندهنو جيدا بزيت الزيتون. الان نعملو الصلصة، انا مكانش عندكم الجبن المفروم تقدروا تستغناو على الجبن المفروم. هكذا ينكوش تاع لاصوص، الان بالجبن المبشور نعملو كمية كافية. هنا لما كانش عندكم تنجمو تستغناو عليه، زينوها فقط بالزيتون. نعملو هكذا حبات الزيتون على حسب ما نقطعو لي مخصوم بعد كي يطيب، دي مورسو كاري ولا تعملوهم مثلثات ولا كيما تحبوا. هكذا نعملو الزيتون ونتحيوها طيب، راني مسخنه الفرن على درجه 180 درجه، نعملوها طيب غير من التحت. هذه هي البيتزا بعد ما خرجتها في الفرن، كما راكم تلاحظوا طيبتها فقط من التحت، طيبوهاش من الفوقش ما تجيكمش يابسه. نمشيو نقصوها دي مورسو ونعاود نوريها لكم. قصها هكذا الى قطع تعطينا كميه كبيره، حتى لو كانوا افراد العائله بزاف تكفيكم هذا الكميه تكفيكم. شوفوا البيتزا هذا كيفاش جات، تجي طريه هي من الداخل. هذه هي البيتزا بالنسبه لوصفه البيتزا تاع اليوم.
نتمنى البيتزا تاع اليوم تعجبكم وتجربوها، خاصة أن الكمية اللي عطيتها لكم تعمل لكم حبة كبيرة، كي تقسموها تعطيكم كمية كبيرة، حتى لو كانوا أفراد العائلة بزاف تكفيكم. إلا ما تنساوش إلا جربتوها تعملوا لي لايك، كذلك تبارطاجيو لا فيديو، واللي أول مرة تدخل القناة تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد قناتي. في الأخير نشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.